على شو عم تدور؟ على موبايلي. هو بدي منك أول شي تشرب الشاي وتروق وبعدين مندور على الموبايل. شو هالمسخرة هي؟ على فكرة هي مانا مسخرة، أنا بس كنت عم قلك إنه لازم تشرب الشاي وبعدها منلاقي موبايلك. طيب أنا ما عاد بدي موبايلي. الموبايل. استنى شوي. قبل ما تروح على شغلك بدي أعمل شغلة. بدي أدعي لك مشان العين. لا. انت ما بصير ترفض الدعاء بهي الطريقة. يعطيك دائما الشجاعة والقوة بشغلك، وتخليني دائما فخورة ورافعة راسي فيك. بدعي انه ما بقى نتخانق. استنى. شوفي كمان، ضحكتي علي وشربتيني الشاي وهلا انت وقفتيني مشان تدعي لحالك. هذا الدعاء مو منشاني انا، هو بس منشان مركزك وقوتك وشغلك انت. انا بدي منك شغله واحده بس، تسمعي اللي بقوله. ليلى لازم تروح من هالبيت. طيب منخليها بس لحتى تتحسن. طيب خلاص مثل ما بدك، بس لا تعصب. بترجاك لا تتضايق مني. أنا ماني متضايق منك بارو، خلصيني بقى. لا أنت هلأ معصب كتير، روح اطلع على وشك بالمراية بتخاف من حالك. لك بترجاك لا تزعل مني، ما بقى رح أطلب منك شي ولا حتى أنك تضحك، مع أنه بعرف أنك ما رح تسمع مني أي شي.
ليك دقنها كيف صارت؟ عن جد صايرة مثل الشوك. ليك فهمني رودرا، انت شو عم تعمل؟ هلا بشوفك حدا. شو عم تقولي؟ لما بقرب عليكي مدري شو بيصير لك، عليك بيشتغل. لا تشغلي هلا واسمعيني. شو صار؟ انتي ليش خايفة؟ حكي لي شوي. مو دقني صايرة مثل الشوك؟ معناها انت كنت من شوي عامل حالك نايم؟ معناها كان لازم اقول لك انه انت كنت عم تنادي لها لامك وانت نايم، ومو بس مره واحده، شي 4 مرات. ليك رودرا، رودرا اسمعني شوي. لا تقولي لي انه روح وحاكيها. لا بس انا كنت حابه انه اسالك اذا حابب تشرب شاي. اسمع، بما انه انا وانت بلشنا نفهم بعض، أنا برأيي لازم نحل كل الخلافات وتحكي مع أمك. الأكل بتشهي. يسلموا. بس يا خانم، نحن أبداً ما مناكل بأنفنا، نحن مناكل بلساننا، فطعمته لازم تكون طيبة.
ما عندك فطور أقل من هاد؟ كيف؟ لا، ليش؟ لأنه هذا الأكل ما بيكفي ولادي حتى، والكمية قليلة كتير ما بتكفي حدا فينا، وانتي ما حسبت حساب كل العيلة لتاكل وتشبع. ماما مو هيك، بس ابنك الكبير كان عنده شوية شغل وطلع بكير، وابن حماية قال إنه ما بيطول ورح يرجع بعد الظهر على الغدا. فهميني بنتي، لك انتي ليش عم تخبي هذا الصحن؟ يلا احكي بسرعة. لأنه ماما بالنسبة لأختي سونهيري فهي راحت على جامعتها وقالت نخلي لها الأكل لأنه بدها ترجع تأكل بس تخلص. قلي عمي، معلقة سكر واحدة بتكفي؟ بابا تفضل، الشاي تبعك. بارفاتي يلا بنتي قدمي الشاي لخطيبك رودرا. قديش حطيتي له امبارح بالشاي نسيتي؟ انت بتتذكري منيح شو بيحب او ما بيحب الاكل، بس ما بتعرفي قديش هو بيحط سكر بالشاي. معقول؟ لا عمتي. بارفاتي بتعرفي منيح إني ما بحب أشرب الشاي بسكر بنوب. ولا بحب الحليب بالشاي. بس هي كمان بتعرف إنه بهذا البيت يلي عايش فيه صار الجو أكتر مرارة من قبل بكتير. ومنشان أكسر هذا الشيء قد ما فيني لازم أحط سكر، وإذا ما انكسر بالسكر بحط له حليب. بس كمان هذا بيعتمد على بمين عم أتصبح، وبناء عليه بحط السكر. وفيني هلأ أوضح لك بالضبط شو قصدي. يعني مثلاً إذا شفت وش ابنك معلقة بتكفي، أما إذا صاروا شفت وش ولادك اتنين سوا فوقتها بصيروا معلقتين. وإذا الجو كان كتير سيء وبشع وشفتي فبوقتها بيصير انه بدي احط السكر كله.
ممتاز، برافو. سكر بالشاي، ممتاز، كله منيح. كثير منيح عن جد، كثير منيح ابني، برافو. ما قصرت ابدا باللي عملته فيها رودرا ابني. احيانا بتكون مليان بالسم بشكل مخيف، فبصير فخور فيك كثير، وبفرح لانك بتعرف ترد حقك من هيك وحده. على فكره البطاطا مع الخضار وتشاباتي كان طيب كثير. برفاتي بتعرف طري كمان، ولا تخلي رودرا يشرب هذا الشاي المليان بالسكر، لأنه الحلو بيأثر على الجسم بطريقة سلبية. غضبي وكرهي لازم كله يكون طالع فيكي هلأ. أنا لهلأ لساتني هادي، أنتي هلأ واقفة عم تقدمي الأكل لشخص وعم تخدمي وتشوفي طلباته، مع أنه هو يلي نزعلك حياتك. كان فيك تكوني بأمان، عن جد بأمان حقيقي، بس لو اعترفتي بالذنب اللي عملتيه أنتي وأهل ضيعتك. اعترفي وانا بوعدك انه تاخدي اقل عذاب ممكن. انت بس احكي، احكي كل اللي بتعرفيه عن هدول المجرمين وعن صفقة السلاح. صدقيني بوقتها راح احميكي وما خليكي تتعاقبي. عن جد؟ لازم اعمل كل هدول لكان؟ لا، ما راح اعمل هيك شيء حتى لو متت. انا بعرف منيح انه هذا العذاب قد ما كان كبير بالنسبة إلي فهو كبير بالنسبة إلك كمان مثلي، وإذا أنا كتير تأذيت أنت كمان رح تنحرق بهي النار معي. بس أنت مالك دخل بالذنب تبعي، أنت مبارح هيك قلت، أنت مانك سعيد وما كنت حابب أنك تجي لهون كل حياتك، بس انجبرت ترجع من شاني. مو متذكر أنك قلت هالحكي؟ يعني اثنيناتنا بنفس العذاب. ليك ما بعرف انت شو سمعتي، بس صدقيني انا ما بيفرق معي شيء ابدا. صحيح انك وقفتي بوشهم وعملتي اللي قلت لك عليه، بس هذا كله ما بيسمح لك ابدا تتجرأي هيك. كراهيتي وحقدي على كل النسوان ما حتتغير، لا تفكري حتفرق معي. كل النسوان كلياتن، وخصوصا الحلوات يلي مثلك انت، فهمي هالشي. عم تحاولي بكل ما فيكي تغيريني وعم تكبري راسك علي وتعانديني، بس ما عم تقدري بنوب انه تعملي هذا الشي. ولا حتقدري انك تغيري شي. وانتبهي، يلي قدامك مالو سهل بنوب، فلا تصري وتحاولي تغيري شي بنوب، لانه بوقتها رح تندمي على اللي عملتيه. صدقيني رح تندمي كتير.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.